إلى قصر قرطاج. في جلسة عامة في المجلس الوطني التأسيسي نظر النواب في مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح الفصل 19 من القانون التأسيسي المتعلق بتنظيم المؤقت للصورة العمومية، والذي ينص على سحب الثقة من الحكومة بموافقة أغلبية 3/5 أعضاء المجلس، كما جاء في تقرير لجنة التشريع العام، ليطفو على السطح تنقيح للفصل 6 حول الاستقلالية المالية والإدارية للمجلس. لماذا يطرح تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للصورة العمومية في جلسة اليوم ولم يكن مدرجا في جدول الأعمال؟ قانون يعود تاريخ إيداعه بمكتب المجلس إلى جويلية الماضي. الإجابة كانت على لسان رئيسة اللجنة التشريعية. طرحت مسألة تنقيح النظام المؤقت للصورة والمس من الفصل 19 فقد أعيد إثارة هذه النقطة. أصل الحكاية أن عددا من النواب طالبوا بإضافة مطة في الفصل 6 من القانون الأساسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للصورة العمومية، يهم التسيير الإداري والمالي للمجلس التأسيسي، ما يعني الاستقلالية المالية والإدارية، ما حدا بالكتلة الديمقراطية إلى طلب رفع الجلسة للتشاور. يعني آليا الزيادة في أجور النواب. صحيح ثم العديد من النواب اللي عندهم إشكاليات، خاصة النواب اللي جايين من داخل الجمهورية، لكن من ناحية أخرى ثم نواب اللي صورت الفلوس داخل المجلس الوطني التأسيسي بالراتب هذايا اللي 2300 دينار صافي. لا يؤمن بالمجلس ولا يريد الاستقلالية ويحبوا تحت رحمة الحكومة، حتى باش يشري بوكي نوار رئيس المجلس ينتظر توقيع رئيس الحكومة. كل التضليل أو النواب باش يزيدوا في المنح، يعني وضحنا سابقا أن هذا كذب وتضليل. رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر قال أن آراء رؤساء الكتل والمجموعات كانت متضاربة بخصوص هذه الإشكالية. اليوم ما صدقنا ربي، استرجعنا ثقة الشعب فيما يخص الدستور، مش لازمنا نقوم ونعاودوا نبيع ونشري ونقولوا رانا ما نصوتوا بعد غدوة على الدستور لما تعطيونا الفلوس هذوما 21 مليون. النواب الحق في أنه يقترحوا ولا ما يقترحوش، ولا يصوتوا ولا ما يصوتوش، ولكن أنا نقول لا للتوظيف السياسي، خاصة نحن في فترة الآن متاع فرحة معناها بإتمام الدستور، ولهذا لا أريد حاجة تنغص على هذه الفرحة، لكن بالنسبة لي شخصيا لا أرى موجب إدراجه الآن. النظر في تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للصورة العمومية ينظر فيه بعد تنقيح الفصل 19 من هذا القانون الأساسي، والذي ينص على أنه يشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة أغلبية 3/5 أعضاء المجلس والأغلبية المطلقة لسحب الثقة من أحد الوزراء، كما جاء في تقرير لجنة التشريع. ترفع الجلسة بطلب من كتلة حركة النهضة للتشاور.